استحداث هذا المطار الجديد يعتبر في نفس الأفق وفي نفس الخط من مساعي الحكومة لاستغلال جميع المقدرات على أكمل وجه لما يخدم مسار التنمية ولما ينعكس إيجابا على الشعب الموريتاني. وهذا عنده انعكاس حقيقي إيجابي لدينا نحن كمواطنين. واحدة اليد العاملة لا تعود من عند منفرات فما فوق إلى المشرفين إلى الكونترولر إلى المهندسين لا تعود منه. زيادة على ذلك لا يزيد سعر التراب للمواطنين اللي كانوا فهم. زيادة على ذلك ضرائب لا يدخل الدولة من خلال هذه المشاريع العملاقة لا يتعادل في زوت الفنادق والمدن السياحية، هذا لا ينعكس إيجابا على الخزينة ويتحسن ظروف العمال كاملين. أعتقد أعلن قرار إنشاء منطقة وادي بور منطقة حرة هي فكرة رائدة ومهمة في المنطقة. المشروع مقاطعة الشام زاد هو عنده أبعاده الاقتصادية وأبعاده الاجتماعية وعنده أبعاده الأمنية، لأنها منطقة كانت منطقة واسعة جدا في صحراء موريتانيا في شمال موريتانيا تضم قريب من 3 ولايات على الأراضي الشاسعة اللي ما فيه وجود إداري لك وذاك مفهوم. وأسبع إيمان الأخيرة تحققت فيه إنجازات عملاقة كانت عندها مردودية على الشعب الموريتاني ووصف شابة من الشباب وفم مستقبل الأجيال القادمة إن شاء الله. بعد خروج المستعمر الفرنسي من البلاد أوائل ستينات القرن الماضي، لم تكن الدولة الموريتانية وعاصمتها الوليدة آنذاك بحاجة إلى بنى تحتية كبيرة، إذ لا تتجاوز مساحة واكشوط كيلومترات معدودة، كما لا يتجاوز عدد السكان 4000. لكنها ستشهد موجات هجرة من داخل البلاد في السبعينات، ما يزيد الضغط على البنية التحتية الهشة أصلاً. هجرة أنشأت حزام فقر محيط بالعاصمة أصبح يعرف بالأحياء الشعبية ضم الآلاف من الفقراء والمهمشين. تعتبر موريتانيا هي من الدول الوحيدة تقريبا اللي مشى عنها المستعمر ما عدلها أي بنى تحتية، خلاها صحراء. وبدوا الموريتانيين من سنة 1960 بتعديل دولة عصرية تتأقلم مع مواصفات الدول العصرية دي في المنطقة. منذ استقلال موريتانيا لم تتجرع مطلقا قياداتها على القيام بمشاريع كبرى، كانت دائما سياساتنا الاقتصادية مبنية على مصالح آنية، بمعنى على نعود منفوع مادي دائما يعود على مدى قصير. كان القرار الذي اتخذته قيادتنا السياسية قرارا شجاعا، شجاعته القرار في القاسم المشترك بين المشاريع الثلاث الكبرى التي هي المطار ماكشوط الدولي ومقاطعة إنشاء مقاطعة الشامي وإنشاء منطقة المذيب الحرة. 7 سنوات هي منذ تولي السيد محمد عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد، أنجز فيها ما لم ينجز طيلة 48 عاما على استقلال البلاد. تحولت البلاد من ذلك التاريخ إلى ورشة بناء على مختلف الصعود، ربطت شبكة الطرق مختلف مناطق البلاد بعضها ببعض، وتغيرت معالم العاصمة التي بقيت كما هي منذ الاستقلال رغم تطور البنى التحتية في الجوار المحيط. واختفت الأحياء العشوائية بعد تقسيم القطع الأرضية الصالحة للسكن على سكان تلك العشوائيات، وهي إنجازات كانت ثمرة تعهد لفخامة الرئيس محمد عبد العزيز في حملاته الانتخابية. مشاريع عملاقة رأت النور في عاصمة البلاد الفتية، ومن بينها أول مطار من نوعه بمواصفات عصرية. فبعد مضي 55 عاما على استقلال البلاد، كانت الحاجة ماسة إلى مشاريع عملاقة، وهو ما تجسد واقعا منذ 6 أغسطس سنة 2006 كضبط الحالة المدنية للسكان والنهضة الزراعية والعمرانية الشاملة، إضافة إلى إنشاء مطار يواكب النمو الاقتصادي ومكانة البلاد بين الأمم.
وهو ما تعهد به فخامة رئيس الجمهورية. هذا هو مطار أم الطوس الدولي. على هذا المدرج الجديد حطت أحلام الأمة الموريتانية التي طالما حلم أبناؤها بمطار بمواصفات دولية لا يرونها عادة إلا عابر سبيل. جسد البدء في بناء هذا المطار فكرة فخامة الرئيس محمد عبد العزيز قبل عدة سنوات. أكلت مهمة تنفيذه إلى شركة موريتانية محلية وأشرفت على بنائه سواعد وطنية. حمل المطار اسم أم تونسي التي هي إحدى معارك المقاومة الوطنية ضد المستعمر الفرنسي لتحمل الاسم هذه المعلمة الجديدة في إحدى معارك النهضة الشاملة في البلاد. تبلغ مساحة المبنى الرئيسي لمطار أم تونسي حوالي 18 ألف متر مربع ويضم مدرجين لاستقبال أكبر طائرات النقل خاصة طائرات إيرباص 380 وبيونغ 780، كما تصل قدرته الاستيعابية أكثر من 1,000,000 مسافر سنويا. ويضم المطار جناحا للمسافرين وجناحا للشحن ومواقف للطائرات وصالات الشرف الرئاسية وأخرى للوزراء ومقرات للصيانة بمساحة 4,800 مربع وبرج مراقبة بارتفاع 38 مترا وست منصات ربط للطائرات. ويضم مسجدا ومكاتب إدارية وملحقات خدمية أخرى فضلا عن التجهيزات الضرورية للملاحة وأخرى مضادة للحرائق ومنشآت للتزويد بالوقود. موقع بلادنا المميز كهمزة وصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية وقربها من الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية جعل كبريات شركات النقل الجوي تراقب افتتاح المطار ببالغ الاهتمام، ما يجعل من بلادنا نقطة انطلاق لمختلف الرحلات العالمية. افتتاح أكبر وأحدث مطار في شبه المنطقة سيحول مسار الطيران الأوروبي والأمريكي إلى أم تونسي بدل مطارات أخرى قد يكلف المرور بها أموالا طائلة بسبب طول المسافة والاكتظاظ الذي تشهده هذه المطارات وبعدها عن الموانئ الجوية الأوروبية. مطار مكسور كان قديم، كان الطائرات في حال هبوب الرياح من زاوية معينة يعودوا الطائرات ما يقدروا ينزلوا، ولذلك كان ياسر من شركات الطيران الكبرى كانت ما ترجع موريتانيا في برامجها، وبالتالي كان دائما في ذاك نوع من الحالات حتى رحلة كانت موجهة شور مكسور تعود الرياح ما هي مواتية يعود فرض على تقيس مطار الدار البيضاء ولا مطار دكار، وإذا قطعا فيه نوع من فيه نقص من السيادة الوطنية بطنح نظرك فترة الاستقلال ضروري، هذا لا تكمل الاستقلال نوع من الاستقلال حتى بمجال الطيران. أرى استحداث المطار لفتة ذكية وقيمة لاستغلال أمثل للفضاء ولخطوط الملاحة الدولية التي تجوب غطاءنا، فذلك له لا شك انعكاس إيجابي وقيم ومهم، فأنا لا أرى بحرنا أغنى من سمائنا. إن استحداث هذا المطار الجديد أيضا يعتبر في نفس الأفق وفي نفس الخط من مساعي الحكومة ولاستغلال جميع المقدرات على أكمل وجه لما يخدم مسار التنمية ولما ينعكس إيجابا على الشعب الموريتاني، وبالتالي هي مسعى في إطار احترام تعهداتها وبرنامجها الانتخابي وفي مجال الاستغلال الأمثل لقدرات البلد الجغرافية والترابية إذا كان القول، وكذلك من خلال الإنجازات العملاقة والخلاقة التي إن استمرت فيها الحكومة على هذا النهج وكما أثبتت دائما هي كذلك ستنعكس لا شك بالإيجاب وستكون عقبة من العقب اللامعة في تاريخ ومسار هذا البلد الحبيب. يتسع المطار الجديد لاثنين مليون مسافر سنويا، كما يتكون من مدرجين أحدهما بطول 3,400 متر وعرض 60 متر، فيما يبلغ طول المدرج الثاني 2,400 متر مربع وعرض 45 متر. اهتمام منقطع النظير أولاه الشارع الموريتاني بمختلف أطيافه لبناء هذا المطار الجديد، دافعها الغيرة على الوطن والاعتزاز بمجازاته.
ولم يتخلف أرباب القلم وفرسان الكلمة عن رسم صورة المطار كما هو في أذهان القراء بعبارات تفيه حقه كشاهد على عظمة الأمة الموريتانية. لا تقتصر الجدوائية لبوابة موريتانيا الجديدة على متعة السفر فقط، بل سيوفر آلاف الوظائف في مختلف المجالات من صالات عرض لمطاعم ومحلات تجارية وغيرها، إضافة إلى المئات من عمال الشحن والنظافة، ما سيساهم في التخفيف من حدة البطالة بين صفوف حملة الشهادات وسواعد رجال كانت وراء هذا المنجز الفريد من نوعه في شبه المنطقة. مراحل العمل في المطار منذ البداية كانت تحت رقابة مختصين دوليين وتستجيب للمعايير الدولية في مجال بناء المطارات. عملت على هذا المشروع منذ بدايته قبل 4 سنوات، وقد كان مثيرا للاهتمام. ولإنشاء هذا المشروع جلبنا أدوات ومعدات عصرية إلى موريتانيا، ثم شرعنا في إنشاء الأرصفة الإسمنتية الأولى، وبالتأكيد أنشأنا معا مطارا ذا مواصفات عالمية. من رافقوني في مسيرة بناء هذا الصرح كانوا كلهم أناسا مهتمين بالعمل بجد على هذا المشروع. لقد تعلموا طريقة جدولة وتفكيك الأعمال المعقدة إلى أجزاء صغيرة، وبالتالي إنهاء العمل مطروح في إطار زمني معقول. تم العمل على هذا المشروع بجودة لا تقل عن جودة المشاريع التي عملت عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يجب أن يكون مصدر فخر لكل الموريتانيين وأن يخدم هذا البلد سنوات عديدة قادمة. حقيقة يشرفني أنا اليوم كمواطن موريتاني أن يعود عندي مطار بمستوى مطار نواكشوط الدولي، والله مستوى مطار التونسي. الحقيقة في زيارة ماضية معنا لياسر عدلنا منين جينا حسيت بياسر من الاعتزاز والفخر بلي المطارات اللي قد زرت منين جيت جبرتوا على مستواهم والله قاع أرقى منهم. نحن كشعب موريتاني عن هذا المطار نحن يفخرنا بلي هذا المطار اللي عاد ما وشبه من المطارات الدولية اللي بعد يوازي المطارات في شبه المنطقة تحيط بموريتانيا باللي فيه معايير دولية موجودة وأصبح معلمة تاريخية بالنسبة لنا وبالنسبة للأجيال المستقبل، باللي نحن يالتنا نستقلوا الجو بدل من عود لا يكفينا عن نكون عندنا ذروة اقتصادية وعندنا ذروة سمكية وعندنا ذروة صناعية، ما نستقلوا الثروة الجوية. وهذه استقلال الجو نتيجة سياسات ناجحة لذا النظام والصهر على مصلحة الشعب الموريتاني والدولة الموريتانية. إنجاز كبير بالنسبة للموريتاني وبالنسبة للأجيال القادمة من موريتانيا، لأنه من عقب الاستقلال شوي كان فهم التفكير والتخطيط لإعداد مطار دولي يتأقلم مع الوضعية والمكان واستراتيجية موريتانيا بالنسبة للملاحة الجوية وبالنسبة للمسافرين. ومن ذيك الساعة إلى اليوم ما قد تخلق شيء فعلي وملموس على أرضية الواقع يمشي في ذي الإطار، يكون مطار التونسي اللي هو مطار في المنطقة لا يعتبر مطار فريد ولا يوفر الكثير من الخدمات بالنسبة لشركات الطيران وبالنسبة للمسافرين، ونقلة نوعية لأنه المفترض أن يوصل عدد استقبال المسافرين يوصل مليونين مسافر سنويا. طبعا هذا لا يفتح لنا فرص أخرى في التوظيف المباشر وفي التوظيف غير المباشر. فما تياه مدي موضوع آخر لا يقل أهمية هو الذي ينقاله على تمويل المطار كان 100% على ميزانية الدولة الموريتانية، وإذا فيه نوع من الاستقلالية المالية اللي كان ضرورية واللي هون حيوا رئيس مختار ولداده لعدل استقلاليتنا في الميزانية 63 عام فرنسا، وكانت خطوة جبارة وعدل استقلاليتنا ونقد العملة فترة لاحقة لما زالت حتى الدول الإفريقية اللي كانت مشاركة معنا في التبعية الاستعمارية لفرنسا ما زالت الدولار تعمل بالفرنك الإفريقي. لا تكمل ذلك الخطوات اللي مشعل بدؤوه الآباء ويكملوه الأبناء. إذن نحن كشباب موريتانيين ونثمن بالفعل هذه الخطوة الشجاعة
لقاده القياده السياسيه للوطن، ومتخيل ان عدد اسبع سنوات اللي اعطى الرئيس محمد عبد العزيز رئيس موريتانيا على انها خلقت فيها مشاريع عملاقه كانت لابد لها من قدر من الجراه وقدر من الشجاعه وقدر من الاستقلاليه في القرار. هذا المطار الذي يلبي المعايير الدولية ويحترمها ويرقى لأن ينافس بعض المطارات الشهيرة يعتبر إنجازا قيما خاصة للحاجة الماسة إليه لما سيعكس من وجه مشرق لهذا البلد وكمواكبة للتنمية الاقتصادية ككل كالاستثمارات وخلق فرص العمل واستغلال الموقع الجغرافي والفضاء الموريتاني. فإن موريتانيا غنية ببحرها وبترابها من معادن وما إلى ذلك، ولكنها أيضا غنية بموقعها الجغرافي، فلو استغل هذا الموقع الجغرافي في من خلال خطوط الملاحة وما إلى ذلك على أكمل وجه، فأرى أن هذا سينعكس إيجابا وبدون أي شك على الاقتصاد الوطني وعلى صورة الوطن. على ضفاف الأطلس وفي شبه جزيرة في شمال البلاد تقع ولاية داخلة مواليبو التي طالما شكلت منطقة جذب لعدد كبير من المستثمرين، لكنها ستكون على موعد مع التاريخ ما يغير واجهة المدينة ويضع قطار الاقتصاد فيها على السكة الصحيحة. فقرار فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز إنشاء منطقة حرة في مواليبو سنة 2013 من بين أهم القرارات الاقتصادية التي تعرفها البلاد منذ تأميم ميفيرما وإنشاء عملة وطنية، وقد صادف هذا الإجراء هوى في نفوس الكثيرين. أصبحت العاصمة الاقتصادية قطبا اقتصاديا هاما في شبه المنطقة، فقد سنت الدولة ترسانة قوانين تسمح بحرية التجارة والإعفاء من الرسوم، مما كان له الأثر الإيجابي على السكان في تخفيف أسعار بعض المواد وخاصة مواد البناء. ولعل البدء في بناء ميناء خليج الراحة ونية المنطقة الحرة البدء في شق كورنيش محاذي لمنطقة كابانو خير دليل على جدوائية الاقتصادية للمنطقة. مكنت المنطقة المستثمرين الخليجيين والعرب من اكتشاف ما تسخر به العاصمة الاقتصادية من فرص استثمار واعدة في قطاعات عدة، من بينها المناجم حيث شركة سيم وهي من بين أهم شركات الحديد في العالم، وميناؤها المعدني ومصائد السمك على ضفاف الأطلس حيث أهم المصائد السمكية. ومع الإرهاصات الأولى لإنشاء المنطقة الحرة كانت مواليب ورشة بناء حقيقي على مختلف الأصعدة من شق طرق وإنارة وبنى تحتية مكتملة، ما يكسو المنطقة حلة بهية ويجعلها قادرة على المنافسة. الحقيقة على رجاج المواليب منذ عام 15 وجاء في النهارات يجبر ورشة حقيقية كبرى، طرق معبدة كابونوهات تغيروا انعكس إيجابا للمواطنين، تجبر ديار المواطنين يعدلوا من خارج ويعدلوا من داخل، وهذا العاد ينم عن شيء، ينم عن احنا حقيقة ما كنا فاهمين تغيير المواليب مثلا عاصمة اقتصادية شور منطقة حرة عبارة مثلا جديدة علينا ما كنا قاعد فاهمين شيء، غير يبدو أن بدينا نفهموا على عرض الواقع شنو معنى تغيير نواليبو من مدينة اقتصادية إلى منطقة حرة. هذا النوع من المشاريع يعد على المدى الطويل، والهدف منه الحقيقي على لا تعود منطقة حرة، لا تعود مركز اقتصادي وجذب اقتصادي حقيقي للفاعلين الاقتصاديين من المستوى الكبير من شركات عبر القارات والنقل البحري اللي يمثل 80% من اللي نقالوا النقل التجاري، معناها التجارة تنتقل بنسبة 80% عن طريق نقل البواخر وعن طريق الطائرات بلا السيارات. إذا كان زاد وقرار شجاع والقاسم المشترك بينه والقرارات اللي نخلان حسب نظري، وكان في تكريس الذي قالوا بناء الدولة على أسس حديثة تأخذ في عين الاعتبار الذي قالوا المستقبل الشباب. استحداث منطقة حرة
أفضل مما يبدو بينا وواضحا للعيان. الثوب الذي ألبست هذه الخطوة عاصمة الاقتصادية من تنمية واستحداث بنى تحتية تواكب القرار وتواكب الخيار وتواكب المسار التنموي ككل، ومراجعة كذلك للمدونة الاستثمار في البلد لتزداد جذبا وتشجيعا للمستثمرين ككل، لتكون هذه العاصمة الاقتصادية كما لو كانت خلقت من جديد بذوب جديد وفي إطار قانوني جديد ووسط مدونة استثمار مستحدثة تواكب الطموح والتطلعات المتوخاة من هذا القرار القيم والنير، والذي نرجو في السنوات القليلة القادمة أن تتبلور ملامح هذا القرار بما يعود بالخير والبركة على جميع السكان وعلى الاقتصاد الوطني ككل. ولعل المتتبع لمسار قطار التنمية في البلاد يدرك جليا أهمية النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد. فخلال المأمورية الأولى والثانية لفخامة الرئيس أنجز ما لم يتحقق طيلة السنوات الأخيرة التي تلت الاستقلال. أنشئت مدن بكاملها في ظرف وجيز ذات مواصفات عصرية مثل ترمسة ومبيك الأحواش والشامي. فعلى طول الطريق الرابط بين العاصمتين السياسية والاقتصادية خلت المنطقة من أي سلطة للدولة البريطانية طيلة عقود سابقة، مما عقد المهام الأمنية في تلك المنطقة ووضع مزيدا من العوائق الإدارية أمام سكانها. الشامي مدينة بمواصفات عصرية رأت النور سنة 2012، تعكس بيوتها العصرية وشوارعها المعبدة ومدارسها الأخادة لمسة عصرية افتقدتها غالبية مدن البلاد التي أنشئت قبلها سنين عديدة. تبلغ مساحة المدينة الجديدة 685 هكتار قابلة للتمديد، وتشمل 5680 قطعة أرضية سكنية و805 قطعين تجارية، كما يأخذ التقطيع بعين الاعتبار التجهيزات العمومية والبنايات الإدارية إلى غير ذلك من متطلبات المدينة العصرية. قرار إنشاء مقاطعة الشامي هو قرار سيادي بما في الكلمتين معنا، خصوصا منطقته مكانه الجغرافي، وطبعا الاستفادة من دفتر الالتزامات مع شركات المعدن اللي شركة المعدن اللي موجودة فماتيا ذات تازياز، وطبعا شركات المعدن اللي تعود موجودة في المنطقة، لأن المنطقة منطقة معادن ومنطقة صيد طبعا على حاشية المحيط. هذه فم شركات فم دفتر التزامات ما بين الدولة والشركات، في بنود من دفتر الالتزامات هو الاستثمار في المناطق وفي المقاطعات اللي موازية أو جارة المكان المعدن مكان الاستغلال. هذه مدينة حديثة النشأة، لم ينطع على نشأتها سوى سنوات قليلة، صبحة اليوم تتوفر على بنية تحتية متكاملة فترة وجيزة، المار منها الوهلة الأولى يتبادر له عنه داخل مدينة عصرية، عنه داخل مدينة عصرية باللي تتوفر على مخطط معماري يوازي المخططات باللي فم ارتباط بين المصالح الإدارية والمرافق العمومية والمجمعات السكنية، وفم طرق وممرات تؤدي لهذه المدينة اللي تقع بين عاصمتين، عاصمة سياسية وعاصمة اقتصادية. إنشاء مدينة ومتطلباتها كاملة في أرض كانت فراغ تماما، خاطي حاجة السكان كانت من ناحية الأمنية ومن ناحية الإدارية، كان واحد منهم يعدل بسط ورقة إدارية لابد أن يتنقل شورنوالي وكلهم تبعد منه 200 كيلو على الأقل، إذا كان في قطع تكريس الفلسفة الدولة اللي قالوا تقريب الإدارة من المواطن، وفي تكريس اللي قالوا قرار الاستقلالية الاقتصادية اللي مهم جدا لقيام الدولة ودائمة الدولة،
وكذلك في الناحيه الامنيه لم بالفعل هذيك المناطق كانت لابد لها من تواجد تعد فمتها حمايه امنيه حقيقيه. هذه المدينه من عاد مثلا استعداد ينم عن شيء ينم عن رؤيه حقيقيه وعن المشاريع العمليه الارتجاليه به اللي هي هذه حلقة مثلا نقطة وصل بين مطار المنشوط الدولي وبين منطقة موالي بالحرة. قيمة المدينة لا ينفهموه حقيقة، لا ينفهموه ولا يحسوا به. منين تفوت منطقة الحرة تبدأ تشتغل، منين تفوت سلسلة الفنادق العالمية كاملة اللي كلها قابضة تراب ويعد الكورنيش ويعدلوا ذي كدرهات كاملين، لا يتعود الشامي ساعة ونص ساعتين من موالي بمصرتك لها مصرتك المدينة حقيقية حديثة بجميع المعايير. وهذا العاد ينم عن شيء، ينم الحقيقة عن مشروع والله بناء دولة حقيقية في آفاق مستقبلية. فنثمن أيضا استحداث هذه المقاطعة، وهذا بغض النظر طبعا عن تحدث عن بعد الصحي، فمثلا لا قدر الله كان يحدث عندما يقع حادث على هذا الطريق المصابين يقالون المسافات بعيدة، بينما الآن أصبح في وسط الطريق هناك مقاطعة مؤهلة بالبنى التحتية الضرورية من مرافق صحية مدارس وما إلى ذلك، وهي أيضا خلاقة لفرص العمل، ونرى فيها أيضا المشاريع الطموحة والشريئة لهذا النظام ولهذا المشروع المجتمعي القيم الذي سبق وحظي بأغلبية أصوات الشعب الموريتاني، ولا زال يعزز مساره باحترام برنامجه الانتخابي وباحترام تعهداته. هو إذن إنجاز جديد ينضاف إلى ما سبقه من مكاسب وإنجازات تحققت خلال السنوات الأخيرة منذ نشأة الدولة الموريتانية في عهد الرئيس محمد بن عبد العزيز، وهو بحق معلمة تحق لكل الموريتانيين تنضاف إلى معالم أخرى مثل النهضة الزراعية والاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد، إضافة إلى عجلات التنمية الأخرى التي تدور بسرعة في مختلف المجالات، ما يمكن بلادنا من اللحاق بركب الأمم المتقدمة.